مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة زكان. مجددا نعود اليكم في بث اخر وفي قضية اخرى من القضايا المأساوية كما كتشوفوا معنا. فبغيت كلشي بارطاجي هذا اللايف لان صراحة مأساة انسانية حلت بهذه الام المكلومة رفقة الابن ديالها الصغير بعدما وجدت نفسها في الشارع العام. يعني كما كتشوفوا يعني تم يعني الرمي ديال الملابس ديالها وايضا الاثاث ديالها من طرف احد اصحاب المنازل اللي كتكتري عنده منزل لظروف خاصه كما كتشوف. فالسؤال مطروح، واش ما بقاتش الرحمه؟ واش ما بقاتش الانسانيه في قلوب الناس؟ فكنتمنى من اي واحد يعني بالاستطاعه ديالو انه يساعد هذه الام رفقه الابن ديالها، لان المصير ديالها اليوم التشرد وعندها طفل صغير لا يتجاوز العمر ديالو 10 سنوات. فتخيلوا ام رفقة الابن ديالها الصغير انهم يلقاو راسهم عرضة للتشرد وسط الشارع العام هنا بمنطقة الراس بمدينة زكان. فهذه رسالة لكل جمعيات المجتمع المدني المحسنين، الناس اللي في قلوبهم الرحمة من اجل انهم يلقاو حل لهاد الاسرة. فغادي نحاولوا نقربكم من القصة ديال الاسرة. مرحبا إذا كان ممكن يعني تعاودي لنا شنو ربما اللي خلاكم اليوم يعني في الشارع؟ أنا دابا أنا عامين وأنا عند هذا السيد. إيه؟ وديما فاش كيوقع لي شي مشكل مع الجيران ماشي معاه هو. إيه؟ علاش اليوم يعني تشرح حوايجك؟ قال لي تخرجي، هذه دابا أربعة المرات هو كيقول لي تخرجي، خوي لي ما حالي ولا نمشي للمخزن. إيه؟ قلت له يا ودي على أنا نخزن عليك أنت وأنا ما عليش؟ أنا ما عليا لا ربي لا مخزن. مرات انا كنخلص لك كراك الرواسة عطيهم ليا الكونطرا ديالها معاك. قلت له يلا مشو نعاودوا الكونطرا، قال لك الليله بين عاود بين زيد عليك خاصك تزيديني الفلوس وانا ما عنديش. داكشي اللي كندي من هنا من تيرمينيس اش كندي 10 دراهم؟ بعد المره 10 دراهم ما كنصورهاش، ما كاين والو ما كاين والو. كنخلص ليه الكرا ديالو واخا كنبعطل شويه، ولكن راه شافني الله سبحانه وتعالى ما عنديش، انا عنديش ما خداماش. قال لك خرجي عليا. قال لي خوي لي ما حالي، انت كتعطلي عليا الكرا بزاف، خوي لي ما حالي. ما عرفتوش بان لي شي حد عاطيه كثر، وقال لك الجيران ما بغاونيش، الجيران قال لك هو اللي كيحرشوه، قالوا لي تخويها كاملين الجيران لا اللي قدامي ولا اللي بعادين مني في الزنقه الفوق، كلشي كيقولوا لي تخوي هذيك السيده تخوي. علاش؟ غير حيت انا احسن منهم، ما كندقش عليهم، ما كنتصرفش معاهم، ما نقول لهم بارك عواشر في عواشر، ما كنقول لهم عطوني ما ناكل، كنخرج للبعد وكنطلب ما ناكل، وكنطلب باش نخلص كرايه، وكنمد يدي ونجمع باش نجيب نخلص الكره، وما وباش يجي يقول لي خرجي خوي ليا. انا ما خدامش ما كنخدمش. هي شنو كدير؟ كنسعى سعايا سعايا وسعايا ما فيها والو، ما حتى حاجه ما كاينه والو، وما كنمشي لفين، ما كنمشي لا قادر، ما كنمشي حتى بلا صاحب دينا. الظروف ديالي اللي خلاتني نسعى، الظروف ديالي اللي خلاتني نسعى، والصحه ما عنديش. حتى المحل اللي كاريه ما قداش ندير فيه والو، بزز بزز واقفه بالدوايات. الله اللي عالم عليا. دابا يلا اليوم يلا اليوم طلعت في الزنقه، هاني كنت بمحالي هاني وليت في الزنقه. دابا متشرده الا جاو ليا دابا انا الشمكاره بالليل او لا السكيريه او لا، شكون اللي بيعقل عليا انا؟ شكون اللي بيجي من جهتي انا؟ شكون بيحامي عليا انا؟ شكون بيديها فيا انا؟ حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. ما كاين والو.
الحجر داخل عليا طال الدار، التراب داخل عليا طال الدار، سبان فيا وفي ولدي. الباب سديت عليهم الباب وجاي يهرسوه. الجيران هذو؟ الجيران. يعني اييه. وكتقول كانت تناتش معاها، كانت تناتش معاها تنعيا، ولادها من جهه وهي من جهه، كتقول لي يلاه معايا الواد، يلاه معايا الواد باش هاد الحساب اللي بيني وبينك نفار. يا بنتي يا بنت الناس سيري دي ولادك شديهم عليا. واش انا ولدي كيجي لك حدا باب الدار؟ واش انا ولدي كيوصلك؟ ولدي كيشبك ها؟ ها؟ ما عرفتك اشنو قلت لك؟ فين غنبات؟ فين غنبات؟ ما عندي فين نبات؟ هنا فين هنا فين هنا اللي جيت ليه هنا هاني قاعده فيه. الا وقعت شي حاجه راه وقعت، الا ما الا سيدي ربي نجانا منها ما وقعتش راه ما وقعتش. يعني الا ما عطيتش شي واحد البتيره. وراه حتى الماكله الا ما عطى الا ما جاب لي حد ما ناكل ما غادي ناكل. اما يا اللي خليه شي اخر ما غادي كاع نهضروا عليه. الناس اللي كنطلب من الناس، راه كاينين الناس مزيانين وكاينين المحسنين. كيما طلبت لهم المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، حتى هاد المرة إلا بقلبهم شي حاجة نحنوا بيا وحنوا بهذاك الدري، راه يلا عنده 6 سنين. والناس دابا ولادهم غاديين للمدرسة، أنا ولدي ما غايقراش، ولدي غايبقى ليا بلا قراية. شنو اللي بكاني المرة الأولى؟ أنا كنت في دار راجلي، كنت في الدار تاع الراجل، لاحوني منها، عطوني السما خلوه ما عطوني باش يقتلوني، وداويت راسي وعاجت راسي، مشيت كندير الاستفراغ، مشيت كنتقي عند مالين الرقية تقيت، وجيت عند الطبيب وقيد لي الدواء وداروا لي السيرو، حتى وليت وقفت على رجليا، قلالت صحتي. الشعر مشى، العينين مشاو، كلشي مشى. يعني دابا لقيتي راسك متشردة. كامل ماشي متشردة. وكون جابني الموت، وكون ها تهنيت، وكون ها مت غادي نتهنى. نعطيه الكراه، نعطيه الماء والضوء، ونخليه كرشي بالجوع. ما كناكلش وما كنشربش مزيان، وما مصبراش وما مكسياش مزيان. لا انا لا ولدي. قولي الرقم ديالك يعني اللي بغا يتعاون معاك، اللي يتعاون معاك. الرقم ديالك 06 06 00 10 25. عاوديها وبالجهد باش الناس يسمعوها. 06 06 00 10 25. هادشي كامل اللي كتشوف فيه راه كل واحد كيعطيني حاجه، كل واحد كيعطيني حاجه، والجيران عاطينا غير الهضره والكذب. ما تشعلش القران، ما كتحل الباب تاع الجوج في النهار كاع ما تشوفها. هاد واقيلا راه دير لي البال تاعي، واش الا شعلت البوطه وعمر شي براد تاعتي ولا ما عمرتوش، واش كليت ولا ما كليتش، تلاقى بالجوع بزاف بزاف. علاش علاش دايرين لي انا هادشي؟ علاش؟ حيت انايا درويشه ودخلت فوق راسي، ما كنهضرش معاهم، ما كنسب حد، ما كنلوح على حد، ما كنتزن حد، ما كنضرب ولاد حد. حقروني، حاقريني بزاف، حاقريني حاقريني. واحد الحقره، واحد الحقره، لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم متابعينا الاوفياء في كل مكان، كما كتشوفوا هذه القصه الماساويه، كنتمنى من اي واحد يعني شاف هذا اللايف انه يبارطاجي على وسع النطاق، باش اننا نستطيعوا اننا نوصلوا الرساله ديال هذه الام رفقه الطفل ديالها اللي كيعيشوا اليوم وضعيه التشرد بعدما تم يعني الرمي ديال الملابس ديالهم خارج طبيعة الحال، كما كتشوفوا خارج بيت الكيرة. انتم كتشوفوا يعني هذه المأساة الإنسانية. كنتمنى ان الرسالة توصل، كنتمنى من القلوب الرحيمة انهم يعتقوا هذه الأسرة من التشرد، كما كتشوفوا هنا بمنطقة طراس ضواحي مدينة أكادير، كما كتشوفوا انتم كتشوفوا ربما يعني هذه الأم فحوايج ديالها اليوم مرميين في الشارع، مرميين في الزنقة بعد ما مول الكرا جرى عليها كما كتشوفوا معنا. فكنتمنى ان هذه الرساله توصل، كنتمنى من اي واحد يعني بالاستطاعه ديالو انه يساعد هذه الام رفقه الابن ديالها باش يبارطاجي هذا اللايف على وسع نطاق. فالهدف ديالنا هو اننا نوصلوا النداء الانساني. وما تباتش هذه الام في الزنقه، فالناس اللي كيتسالوا فين كتواجد هذه السيده، فكتواجد بالتيرمينيس ديال طراس اللي بالاستطاعه ديال اي واحد انه
يساعد هذه الام ويوفر لها فين تبات ولو على الاقل يعني هذه الليله. شنو ممكن باقي تقول للناس يعني الناس اللي كيشوفوا راه كيعرفوا؟ كنقول لهم الله يرحم الوالدين، انا راني مجوجه ماشي ما مجوجاش، ولكن الرجل فايتني هربان عليا ماشي ما باك. الرجل حتى هو هربان عليا هربان، ما كاين، هو قاعد في هذيك الخربه في دارهم فين كنت انا ساكنه في النهار الاول، وخرجوني عطوني السم كليتو، عطوه لي في رمضان تسليلو، اداوني في صحتي بزاف، تعداو عليا وتكرسوا عليا بزاف. وهي وديك الساعه انا كنربع ما داروش محسب حتى هذاك الدري الصغير، وسرقوني كيسرقوني وكيشعودوا فيما انا فيما جبد حوايجي ولا حوايج الولد لقاهم معامرين بداك العجب شنو هو الله اعلم. ما قال لك صافي تخوي لي داري، ما عرفت واش بان ليه شي حد عاطيه اكثر ولا بصح لي داكشي قايلين ليه الجيران كيقولوا ليه خويها جري عليها الجيران هما سبب هادشي كامل، الجيران هما سبب هادشي كامل، الجيران هما سبب هادشي كامل. ها كيقولوا لي يا ما مزياناش، كتقول الهضره لي ما مزيانه، كتبقى حتى الجوج حل الباب في النهار كاع ما تشوفها، ما عرفت انا يا داك التخربيق، ما انا ما فهمت والو، ملي تاع شي حاجه تدخل لي راسي راه ما باش كيقولوا لي كيقولوا عليا شي حاجه. وديك الزنقه قسما بالله الا ديك لا ديك الهضاري ولا السكيريه ولا الشمكاره ما كيحيدوش من تم. وديك الزنقه معروفه دربي داود، دربي داود لا دابا فين كاينه دابا حاليا؟ طراس تيرمينيس نمره 11 تيرمينيس ديال طراس دابا فين كاينه؟ ايه شنو يعني شنو دابا محتاجه الناس اللي كيشوفوك شنو اليوم محتاجه باش تشوفوك؟ هو كندخل عليهم بالله اللي كيعرف وجه الله، اللي كيعرف الله يشوفوا لي غاشي بيت ولا عبيت طواليط، انا ما يكون في اعلى الموت انا راه ما همنيش. بيتها في نستقر انا وهذاك الدري، عييت ما خليت فيه مشيت، راه السمساره كل شيء ساليتهم، دخلت عليكم بالله الا ما شوفوا لي غمي حيل. هذا ب 6000 ريال غير 7000 ريال، راه الوقت ما فيهاش وانا مريضه ما خداماش، وعندي الدري شاده مقابلاه، شكون اللي قالوا لي شكون يشدوا لي؟ ما والو ما كاينش، ما كاينش اللي يحن فيك، ما كاينش اللي عارف لا برد ولا شتا لا جاتك ولا الحجاج ولا ما كاين والو، ما كاينش اللي داير محساب كاع من غير الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بغى يتعاون معاك يبغى يتعاون معايا هو كيشوف فيا الله يرحم بها الوالدين. عاودي النمره ديالك اللي بغى يتعاون معاك. 06 06 دوبل 0 10 25 الاسم ميلودا. وانتم متابعين الوفياء دي امانه في كل اعناق من يشاهد هذا الفيديو او هذا البث المباشر من اجل يعني البارتاج، فبالبارتاج ديالكم ممكن اننا ننتشلوا هذه السيده رفقه الابن ديالها من وضعيه التشرد، انتم كتشوفوا ربما الصوره واضحه وغنيه عن كل تعليق امامكم، ف يعني يا حسرتها على الانسانيه، حسرتها على القلوب المتحجره، ربما كما كنقولوا دائما ربما مابقاتش الانسانيه، فماذا بهذه الام وهذا الطفل الصغير اللي اليوم تحكم عليهم بالتشرد هنا بمنطقة الراس بمدينة نزكان. فكنتمنى من أي واحد يعني بالاستطاعة ديالو أنه يساعد هذه الأسرة وينتشلها من وضعية التشرد، فما يبخلش يعني بالبارتاج ديالكم وأيضا بالمساعدة ديالكم والتعاطف ديالكم مع هذه الأسرة من أجل باش أنهم على الأقل يلقاو فين يستقروا ولو يعني هذه الليلة. وكنتمنى الله يفرج عليهم إن شاء الله. تحياتي لكم وعلى أمل أن نلتقي بكم في بث مباشر آخر، إلى الملتقى.